فيما تزداد المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان سخونة في إقليم ناغورنو كاراباخ، يطرح الكثير من التساؤلات بشأن دور إسرائيل في التوتر الحاصل هناك. تساؤلات سرعان ما تتبدد مع نظرة سريعة إلى العلاقة الأمنية والتعاون العسكري اللذان يجمعان تل أبيب بباكو، عبر تزويد إسرائيل أذربيجان بأسلحة ومنظومات عسكرية تستخدم كلها بحسب مراقبين في الحرب ضد أرمينيا. إسرائيل تساعد كثيرا في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، حيث هبطت في الأيام الماضية طائرتا شحن في قاعدة عوفدة في النقب، وحملت وسائل قتالية والكثير من العتاد، وعادت إلى باكو للمساعدة في القتال المندلع هناك. إسرائيل وأذربيجان لديهما علاقات وثيقة مع إبرام صفقات سلاح بينهما، وقد باعت الصناعات الأمنية للأذربيجانيين مسيرات هجومية وغيرها من المنظومات العسكرية، ونرى الصور التي تأتي من هناك عن المسيرات التي تهاجم المواقع والجنود الأرمن، ويبدو أن السلاح بدأ بالنفاد، وطلبوا مساعدة إسرائيل حيث باعت لهم المزيد منه. جانب آخر للأهمية الاستراتيجية التي توليها إسرائيل لعلاقتها مع أذربيجان يتعلق بإيران، حيث الحدود المفتوحة بينهما وما يعني ذلك بالنسبة إلى إسرائيل من وجود نافذة للقيام بنشاط أمني واستخباري ضد إيران انطلاقا من أراضي أذربيجان. الحرب بين يريفان وباكو تجذب الكثير من الاهتمام، والسؤال هو من تدعم إسرائيل؟ بالطبع هي لا تصرح عن ذلك، لكن هناك الكثير من التعاون مع باكو. لماذا؟ إذا نظرنا إلى أذربيجان نجد أن لها حدودا مفتوحة مع إيران، ونفهم لماذا هذه الدولة المسلمة تهمنا كثيرا. فإضافة إلى صفقات السلاح بمليارات الدولارات، هناك تعاون استخباري واستراتيجي بينهما. وفيما قال مراقبون أن الصراع الدائر في ناغورنو كاراباخ يمثل اختبارا لفعالية منظومات السلاح الإسرائيلي، أشار آخرون إلى انعكاسات هذا الصراع على علاقة إسرائيل بأرمينيا التي استدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور على خلفية بيع إسرائيل السلاح لأذربيجان.